لقب ثمين ظفر به فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في ولاية المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بعناق لقب الدوري الممتاز للموسم المنصرم. وعانق الزمالك لقب الدوري الممتاز للموسم الجاري عن جدارة واستحقاق عقب أسابيع قليلة من التتويج بلقب كأس مصر موسم 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، محققا ثنائية تاريخية جمع خلالها بين بطولتي الدوري الممتاز والكأس. مرتضى منصور صائد الألقاب، ارتبط اسمه دوما بعناق الفارس الأبيض للكؤوس والدروع، ليس على مستوى كرة القدم فحسب بل على مستوى جميع الألعاب المختلفة. ومع تولي الأسد مرتضى منصور رئاسة الزمالك في عام 2014 نجح فريق الكرة في تحقيق ثنائية الدوري والكأس عن جدارة واستحقاق لموسم 2014-2015، كذلك بلوغ نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب طويل للفارس الأبيض عن التواجد في المربع الذهبي للبطولات القارية. وتواصلت ألقاب الزمالك في ولاية المستشار بتحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلي للموسم الثاني على التوالي في موسم 2015-2016، كذلك خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2016، ثم تحقيق لقب السوبر المحلي على حساب الأهلي في الإمارات في فبراير من عام 2017. وفي موسم 2017-2018 تواصل صعود أبناء مدرسة الفن والهندسة على منصات التتويج في ولاية مرتضى منصور بحصد الفريق لقب كأس مصر في مواجهة سموحة. وفي موسم 2018-2019 يتحقق الإنجاز بعناق الزمالك أول لقب قاري له في العقد الماضي من الألفية الثالثة وتتويجه بطلا للكونفدرالية الإفريقية وتحقيق لقب كأس مصر في الموسم ذاته على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة قبل أن يظفر الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال في الرياض في 6 أكتوبر من عام 2018. حلقة جديدة من مسلسل عناق الزمالك الألقاب والكؤوس في ظل القيادة الحكيمة لمرتضى منصور، فيتوج الفريق بلقبي السوبر المصري والإفريقي في غضون 6 أيام فقط خلال شهر فبراير من عام 2020، حيث شهدت الأراضي القطرية على انتصار أبيض مدوي على حساب الترجي التونسي قبل أن تشهد الإمارات على تفوق الزمالك على حساب غريمه الأهلي. ويحسم الزمالك لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي 2020-2021 عن جدارة واستحقاق، ليكون مرتضى منصور هو أبرز المساهمين في ذلك الإنجاز. وتستمر حكاية الألقاب في عهد مرتضى منصور بلقب كأس مصر في يوليو الماضي ثم العودة لعناق الدوري، ألقاب تحققت نتاج جهد وتخطيط وحكمة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى، لتستمر الأفراح قائمة دون أي توقف داخل قلعة النادي الأبيض العريق. زمالك مرتضى دائما منصور، فهو القلب النابض للكيان الأبيض والأب الروحي لكل منتمي للقلعة البيضاء وصائد الألقاب الأول في قلعة ميت عقبة. ورجعنا لكم مرة أخرى، ودايما إن شاء الله نكون دايما فرحانين بحصد البطولات إن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك، كل سنة إن شاء الله نكون سعداء وفرحانين بحصد البطولات. معايا ومعاكم مصطفى الفخراني. مصطفى الفخراني واحد من الناس الزملكاوية الجامدين جدا المتابعين لكل كبيرة وصغيرة، عارفين تاريخ نادي الزمالك منذ زمن، أيضا من الأقوياء جدا على السوشيال ميديا. مصطفى الفخراني بيعود مره اخرى بعد طول غياب. ازيك يا درش؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ والله وانت كمان جمهور الزمالك وحشنا. انا برضو انا منقطع عن السوشيال ميديا بسبب ظروف عمل وكده. بقى لي 7 شهور يعني قافل السوشيال ميديا كلها خالص. خالص. فظروف شغل يعني وظروف خاصه. بس يعني اول ما الندى يجي قناه الزمالك على طول يعني. طب عايز ابتدي معاك بقى، نبتدي الاول رايك في صفقات الزمالك. الباب القيد اتقفل اول امبارح، رايك في صفقات الزمالك؟ هو يمكن المباراه بتاعت بطر بوروندي دي عملت شويه قلق عند الجمهور ان مفيش دك.
يعني هي وضحت لو انت عندك اصابتين في المراكز الاساسيه مش هتلحق تلاقي البديل. يعني بديل الونش فين؟ بديل امام عاشور فين؟ يعني حتى زيزو لوحده كان عمال يروح يمين شويه وشمال شويه عشان يعوض، لان انضاي لمسته مش البوم ازاي. يعني هو لعيب كويس بس عايز يعمل كل حاجه، الكره بتطول منه، الهيد بيعلى، ما اقدرش احكم عليه، ولكن اللي هي الامطار الاخيره ديت فرقت كتير. يعني عمرو السيسي ولغايه ما دونجا يرجع، دي فكره ان ايه، انا مش هستنى ممكن دونجا يرجع قبل ما اخد حساسيه الماتشات يبقى في يناير او فبراير، لا مش هستنى يكون عدى 7-8 ماتشات من الدوري. فريحت جمهور الزمالك كتير جدا. حتى لو جيزفاردو فيريرا ما كانش مثلا طالبهم وقال كفايه، حتى لو في ممكن المدرب يمشي، معلش برافو عليك، احنا بنشتغل عشان الفريق، ممكن المدرب يمشي بعد كده. على فكره الراجل لا يعني انا شفته في التمرين النهارده راجل مبسوط بيهم جدا وكده. يعني انت عندك دلوقتي عمرو السيسي وعندك ابراهيم انضاي وعندك زكريا الوردي وعندك دونجا وعندك مصطفى الزناري وعندك محمد صبحي عودته واحمد زيزو، يعني التاكيد على شلنا الشرط الجزائي وابقينا عليه 3 سنوات، وعندك مصطفى شلبي. لفت نظري حته احمد سيد زيزو لما حضرتك قلت ان هو رضي بعرض اقل عشان يقعد في الزمالك. هنا النقطه دي نقطه بعيدا عن الرغبه وبعيدا عن الاحتراف، في حاجه اسمها انا كنت هبقى فين لو ما لحقتش في الزمالك في فتره ما كانش كان بلا نادي. فقط فتره قيد اصابه، كان فتره بلا، ممكن زي كابتن جمال عبد الحميد مستقبله يضيع، فجه للزمالك قال لهم انا عايز شورت وفانيلا. فمش هينفع بعد كده لو جاله عرض دبل او تريبل يجي يقول لك لا انا لا، ده هو فكره بيقعد كده رزقي في المكان ده. انا كان ممكن ابقى اضيع خالص وممكن ابقى احسن لاعب في مصر. فالمكان اللي خلاني احسن لاعب في مصر قيمته عاليه قوي عن قيمه التقدير بقى بتاع الجمهور اللي انت اتكلمت عليه، فرجاني ساسي لغايه دلوقتي او بن شرقي لسه بيتواصل والجماهير بتتابعه. احنا بنقدر النجم بغض النظر عن كم الانجازات والمقارنات. خد بالك معلش، انا برضو انا مثلا انا رئيس نادي الزمالك وجاي لي 5 مليون دولار في اللاعب، ممكن مجلس الاداره يفكر في زيزو، يعني هو يمشي زيزو، ممكن واحد تاني يمشيه 5 مليون دولار. مصطفى مرتضى قال لك لا انا مش مهم، هو ده اللي بياكد ان كان مصطفى محمد مش هيمشي، وده اللي بياكد ان فرجاني ساسي ما كانش هيمشي، وده اللي بياكد ان فرجاني دول اللي كان المعطيات. فانا عايز برضو ايه، جاي هنا مخصوص برضو الحلقه ديت عشان فكره، مش هتكلم على انجازات المستشار مرتضى منصور او مجلسه في الفتره الاخيره والعوده السريعه. فكره العوده السريعه دي صعبه جدا. فحضرتك مانشستر يونايتد جاب صفقات جامده جدا وما عملش حاجه. برشلونه النهارده لسه متعادل، يعني كنت متابع خرج خلاص، خرج يعني قريب من الخروج يعني، لا مش عارف بنسبه كبيره يعني 90% خرج. جايب صفقات كبيره جدا. مش الفكره النتائج في الاخر دي بتاعت ربنا، لان هي منظومه عمل بتتفق فيها هارموني معين، اتفاق اللعيبه مع المدرب ده مع طريقه اللعب ده. ما ممكن يجي يقول لك اللعيبه اللي احنا جبناها مش لايقه على 4-3-3. يعني فجاه كده حمزه المسلوسي بقى سيرد باك ثالث وبقى كويس. صحيح. فجأة كده حسام عبد المجيد كان هيمشي وطريقة لعبه، لأن هو بطيء. فطريقة لعبه في 3 ورا عالية قوي، فكرتنا بإبراهيم يوسف. فبدأ نشوف منه الحلو، فده في ماتيب بقى بالظبط. فكرة جيزفالدو فيريرا بروفيسور، لأن هو بروفيسور فعلا، هو بيدرس كورة. يعني أستاذ مورينيو ما ينفعش أصل فيه تلاقي ناس على السوشيال ميديا ده مش عارف إيه، خسر من إنبي، إيه العلاقة؟ ما هيكسب ويخسر، المهم الراجل ده بيعرف يستفاد اقصى استفاده من امكانيات اللاعب ده بالطريقه دي. ممكن ما يبقاش توب يعني، حمزه المسلوسي لو رجعت 4-4-2-3-1 تاني هيبقى وحش تاني. بس انا اعتقد بعد ال10 صفقات اللي جم واللعيبه اللي موجوده مع قطاع الشباب، احنا بقينا عندنا فرقه تقيله ودكه. طبعا هي دي المشكله اللي كانت عندنا طوال، انت صعب دلوقتي تحط تشكيله طوال تاريخ الزمالك. بما ان انا بقى ايه بأرخ تاريخ الزمالك، طوال تاريخ الزمالك في عز ما كان عنده فريق يعني لا يشق له غبار، بس الدكه يعني فريق اللي هو خد البطولات الكتيره قوي من فتره 2000 ل 2004 اللي خد كل حاجه. يعني كان في حسام حسن وعبد الحليم علي وحضرتك مع وليد صلاح عبد اللطيف كل، بس كلهم كانوا بينزلوا مع بعض. اللي بره مش يعني محمد عبد الواحد كان بره، بديل طارق السيد كان مين، احمد صالح بدل ابراهيم حسن ماشي، مش على نفس
مش هقول والله نفس كان لعيبه كبار كلهم لعيبه كبار. بس انا قصدي ان دلوقتي الفرقه واقفه على رجليها، جبنا الصفقات اللي احنا محتاجينها، قدرنا ناخد صفقات متميزه جدا ومش شكل بعض، يعني مهارات مختلفه. مهارات مختلفه. واعتقد انا لمسات زكريا الوردي حلوه جدا. بيقف، اصل الناس بتقول لك هو بيقف على الكوره كتير ليه؟ لا ده اساسي، اول ما جه كان بيقف على الكوره كتير. الناس بتقول لك هو بيعطل الهجمه، لا هو بيستنى يفرغ مساحه حد ياخد. صفا شلبي حريف، ابراهيم من ضاي سريع. يعني كل واحد وليه حسب مجريات الماتشات هتحتاجه فين. يعني انت مختلف. لو انت بتلعب الوداد بره فبتلعب على السرعات هتبقى نضاي احسن. صحيح. لو انت بتلعب ماتش وفي هيبقى مصطفى شلبي في تكتيك كده يعني. بالظبط. الفرايتيز كتيره والبدائل كتير. طيب عايز اروح لك لنبذ التعصب يا مصطفى، رايك في ايه فكره والله نبذ كان التعصب؟ في المبادره ديت انا برضو بتابع بس من وقت لاخر لقيت اعلامي كبير بيتكلم مبادره نبذ التعصب دي، في شخص المفروض ان هو مش عارف ايه ما يبقاش موجود في موضوع المبادره دوت، لان هو انا عايز بس اوصل لحته، هل المستشار مرتضى منصور عمره افتعل قضيه ولا في قضيه فعلا؟ يعني هل هو بيفتعل قضيه؟ يعني انا افتكر مثلا ان هو مثلا ما كانش عاجبه مثلا عقد الزمالك مع الاهرام وعطلت الفلوس فسائل خطاب الضمان فعمل مشكله، لان هو فعلا في مشكله ان هو كان الزمالك بطل افريقيا وبطل عربي ياخد رقم قليل جدا. صحيح. فالناس بدات تقول لك ايه ده بيعمل مشاكل. طب هل العقد يناسب بطل افريقيا وبطل العربي؟ لا. طب هل فانيله الزمالك في الهاند بول بقى اللي مكسره فريق منتخب مصر اللي بيلاعب الدنمارك بطل العالم كان معظمه زمالك. هاند بول نادي الزمالك بينافس مش هنديه عالميه، منتخبات عالميه. لما كان يحيى خالد والدرع مع الاحمر مع محمد سند ممدوح هاشم منتخب مصر او منتخب الزمالك بيلعب الدنمارك وفارق على جون كاتونجا وفرنسا وبيكسب، لا كان احق ببطوله العالم. ففكره ان انت بتتكلم عن قيمه نادي الزمالك وتلاقيش على التيشيرت اعلان، فتلاقيه ممكن تلاقي المسؤول عايز يجيب احسن حاجه. فكره ان هو البدايه مثلا بدايه المشكله مثلا مع النادي الاهلي كان فكره ان انا حق الشرعي ان انا اجيب احسن لاعب في مصر زي عبد الله السعيد اللي انت لسه كنت وقت شرعي ولا مش وقت شرعي؟ مش وقت شرعي. كان فري ولا مش فري؟ كان خلاص فاضل ست شهور بتاع. طب انا جيت اخده حلفه ما هيروح يلعب وكلمه كل الناس عشان ما يلعبش. طيب يبقى بدايه المشكله ان انا عايز امشي شرعي وانتوا مش عاجبكم. فلما خدوا كهربا ده ردا على ايه؟ طب ما عبد الله ما جاش. طب دلوقتي انا عايز اسال سؤال، هو محمود عبد المنعم كهربا ملتزم ومكسر الدنيا مع الاهلي عشان تكمل معاه لغايه دلوقتي؟ يعني هو عامل مشكله مع محمد فضل وعدت، وعامل مشكله مع موسيماني وعدت، وعامل مشكله مع سيد حفيظ وعدت، وعامل مشكله. طب ما هو لعيب بتاع مشاكل والمحكمه الرياضيه قالت لك ده لعيب هارب. انت مكمل كان ده؟ انا المفروض الطبيعي احنا اسفين جدا خد اللعيب بتاعك اهوت احنا مش عايزينه. ايوه بس لو هو ما كانش جزء من اللي حصل. جزء من اللي حصل في ايه؟ من هروب اللاعب. ما هو سبب هروب اللاعب ايه يعني؟ ما انا مش عايز اقول، ما انت دلوقتي لو اعلام منصف هيجي يقول لك طريقه الكوبري دي مش صحيحه ليها عقوبه كبيره. بس الاعلام يروح موجه بص مستشار مرتضى منصور ده سبب التعصب. طب علاقه الزمالك بالاسماعيلي زي علاقه الاهلي بالاسماعيلي؟ لا. هل مستشار مرتضى منصور هو اللي بيخلي العلاقه دي ما يروحوش يلعبوا هناك ولا ايه؟ من المصري المحله. طيب الرجاء المغربي لانه هو اللي قال مستشار مرتضى منصور قال للمخرج هات لي زاويه تضرب في ركبه. الرجاء المغربي كان عنده فرصه ياخد البطوله لان الديربي ده ما فيهوش حسابات، هيلاعب الوداد في المغرب. صح. يعني هو اقصي النادي كله اقصي من بطوله كان قريب منها جدا بضربه جزاء. حتى تي في 5 قناه فرنسيه جابت الموضوع وقعدوا يضحكوا يقولوا ماما افريكا اللي عندها الاخراج عامل ازاي. فهل المشكله دهيت؟ ما دي مشكله. مشكلة المريخ السوداني نائب الرئيس، مشكلة الهلال هناك لما كابتن حمد الصيد يسابهم قبلها ب 48 ساعة. باشمهندس فرج عامر طلبه يقول له احضر حالا وردك في خطر. ايه احضر حالا دي؟ يعني استنى ذوقيا العب المباراة. 48 ساعة ده لسه مغيرني فمشي فعمل أزمة. ايه مين اللي بيعمل أزمات دي؟ مستشار مرتضى منصور بيبقى رد فعل لمواقف كتير غلط. احنا كلنا عارفين ان الكرة فيها عوار كتير جدا. ومن احسن الحاجات اللي عملها المستشار مرتضى منصور الوعي القانوني واللوائحي والتشريعي اللي بقى في الشارع المصري. انا يعني بقى عندي كهربائي في البيت يقول لي لا ده دي قضيه من اول درجه، ده حكم من اول درجه، ده لسه في استئناف ولسه في طعن. انا بستغرب بتكلم على ايه؟ يقول لك لا ما المحكمه الرياضيه دي بعد كده تروح للكاس. طب لا العقود. طب الجمعيه العموميه. انت شايف ان نبذ التعصب يبدا بتحقيق العداله؟
ده بين الجميع. دكتور مدح جمال العدل قال لك لو في عداله ما في يعني هو الدوري الانجليزي بيبيع ايه؟ فير بلاي. فير بلاي مش شرط المستويات، ما في مستويات في الدوري الاسباني، بس الفير بلاي ان انت لو ليك نقطه، لو تماديت في انك تمثل هنعمل لك عقوبه بدل الماتش ماتشين لو اتطردت، لو تجاوزت. فلما تلاقي حد هياخد اربع ماتشات وينزلوا الماتش تجاوز، او مثلا كهربا مع محمد فضل تخلص كده، وشيكابالا 8 سنين 90 سنه، ايه يا عم 8 شهور ايه؟ اصل اقرب او اعلى عقوبه ما قبل الشرط بست شهور اصلا، ففكره انك تطلع 8 شهور دي جبتها منين؟ فدي اللي بتخلي الجمهور ايه ده ايه ده إيه؟ فانت لما بتلاقي دي بتعمل استفزاز. ما بالك بالمستشار مرتضى منصور اللي هو اساسا ما بيسكتش على حاجه، وفي مشكله هنا وقت المشكله ان هو يعني بيرد على كل حاجه. يعني مش هو اللي يخلي حد بيرد بلسانه، ايه المشكله يعني؟ يعني المستشار مرتضى منصور في فتره انا تقريبا حسبتها فوق ال 300 ساعه على اليوتيوب هجوم على المستشار مرتضى منصور من ناس كتير بيشتغلوا في الاعلام، 300 ساعه. في منهم واحد اللي هو تصالح مع المستشار مرتضى منصور بعد قضايا كتير، عبد الناصر زيدان. لا طب 300 ساعة قاعد متسخر وقتك، وهو طلع قالك انا باخد اجر مقابل عمل اعلامي قال كده. طب يعني في مشكلة فعلا ممكن تصدر حد مجموعة تعمل 300 ساعة هجوم وتجاوزات في حق المستشار مرتضى منصور. انا مستغرب انه وافق على المصالحة. يعني هل ده راجل بيقدم ايده لممدوح عباس شخصيا يقول له تعالى نتعاون بدل القضايا دي كلها؟ ده انت الفلوس اللي دفعتها على القضايا دي كان الزمالك وصل حته تاني. وقدم ايده للكابتن محمود الخطيب واللي عمله مع الانديه والوفود اللي بتيجي دهيت. يعني هو بيفكر في عمل مؤسسي، مش فكره احنا كسبنا كام. انا بتفرج على البطولات اللي حضراتكم جايبينها، مستشار مرتضى منصور فاضل له بطوله افريقيا ويبقى رقم واحد في التاريخ. اعدي بقى ايه كدكتور كمال درويش ويعدي الاسماء الكبيره اللي هو احنا خدنا افريقيا الكونفدراليه مش مرتضى. احنا بقى عايزين دوري الابطال، دوري الابطال تاهل لكاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه. يبقى هو حقق انجازات، لان في فرايتيز كمان في الانجازات، كمان في الالعاب الثانيه. هي لما اجي اتكلم على انجازات المستشار مرتضى منصور مش هقول اللي بتقولوه في البرامج فائض ميزانيه، لا في حاجات ابعد واعمق بكتير. طب هو نادي الزمالك لما جيت قلت ان هو من الرائدين وقطب كبير جدا اللي اسسوا رياضات في مصر في حلقات قبل كده، صح؟ طب هو المجلس ده عمل ايه؟ ما لازم نقول برضو المستشار مرتضى منصور رجل دوله، يبقى عمل للرياضه المصريه. طب هو عمل ايه للرياضه المصريه في الفتره دي؟ اول حاجه ان هو اول ما دخل نادي الزمالك جمع كل رموز ونجوم نادي الزمالك، قال لهم اللي عايز يجي يشتغل في الزمالك انا فاتح ايه دراعاتي، فاتح الباب. اكتر رئيس نادي شغل ولاد الاجيال كلها، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن محمد حلمي، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن محمد صلاح، كل ده، وكابتن فاروق جعفر، كل ده من الجيل القديم، الجيل الوسط جاب حازم امام ميدو، مع ان في مشاكل مثلا او سوء تفاهم بينه وبين ميدو او حازم امام، بيجي اللي عايز يقدم حاجه يجي يقدم للزمالك. والحدائق والحاجات دي ده بيقول لهم يا جماعه انا ما بهاجمش رموز نادي الزمالك، انا بهاجم اللي عايز يضر الزمالك. والدليل على كده فلان الفلاني ليه اسم مبنى، حديقه، صاله مغطاه، ما دول رموز نادي الزمالك. غير كمان ادى فرص مدربين زي مؤمن سليمان، زي خالد جلال، كل اللي كان نفسه طارق مصطفى، زي مدحت عبد الهادي، سامي الشين، والحفاظ على علاقات. يعني مثلا موقف زي كابتن مدحت عبد الهادي والناس كلها بتحبه، عمل غلطه وزق لعيب من قبل ما يركب الطياره كان اطيل، حفاظا على العلاقات مع الانديه كلها. فلذلك هيدخل انبي هيطلب لعيب. على فكره المستشار مرتضى منصور بيبعت للانديه يقول لهم انا هتفاوض مع فلان. عارف يعني ايه قانون؟ عارف يعني ايه ثغره ما تجيش تمسكها بحكم شغله؟ بحكم شغله. فالوعي يعني هل لما الزمالك يبقى اعلى جمعيه عموميه في تاريخ الانديه كعدد بيحضر ده ايه؟ توعيه ديمقراطيه. هو مش احنا بيقول لك صوتك امانه في اي مجال، اي انتخابات، فهو بيحقق كل ده على شكل مصغر. وديت ده رجل دوله عارف هو المطلوب ايه. انا مش جاي اقول انا هتيفه المستشار مرتضى منصور، انا كنت بهاجمه كتير، بس لما تعمقت في الموضوع بجد والله يعني انا دخلت نادي الزمالك وقعدت اراقب. تخيل لما رئيس نادي يستقبل كل يوم 300 واحد من الاعضاء بشكاوى ورد. والله العظيم 300، انا قعدت 3 ساعات انا بحضر الحاجات، انت بتحضر؟ بحضر الحاجات ده. في واحد بيدخل بيقول له انا عايز ادخل ابن خالتي النادي الزمالك، شوف الانضباط. والغريب ان هو داخل عايز يتصور معاه على فكره. يعني في واحد مقدم طلب كده في الاخر اديني صوره، عايز يتصور معاه. يعني كاريزما يعني. فنيجي نقول بقى هو قدم ايه؟ لما نجوم نادي الزمالك بقت هي العين اللي بتشوف. في الطايره، في اليد، في السله، في
العين اللي بتشوف. هل انت دلوقتي الثورة اللي حصلت في الباسكت بول، كمية المحترفين اللي بيتهافتوا عليها الأندية، إيلونو ديابتي، والتر هوج، مش درج الأهلي خد والتر هوج، مدرب الأسباني اللي عمل طفرة ما خد الزمالك مع الزمالك دوري وأفريقيا، الأهلي جابه وخد دوري. يعني الزمالك ما كانش، الأهلي ما كانش بينافس مع الثلاثة اللي هم على طول خد دوري وكاس، يعني الثلاثة الطحن. والتر هوج هو مكسر الدنيا في الزمالك، اتحاد زمالك اتحاد جزيرة بدأ يدخل الأهلي. طب ما ده ما هو بيستنسخوا جزء من تجربة الزمالك في الباسكت. صحيح. الزمالك لما بدأ يجيب المدربين الأسبان في الهاندبول، الأهلي جاب مدرب أسباني، فبدأ عرفوا إن ده في يعني عين الزمالك، ده معناه هل المستشار مرتضى منصور متخصص باسكت ولا بيجيب ولاد الزمالك الشاطرين الواعيين فنيا تكنيكالي، بقى أنا عارف إن ده هيعمل حاجة. فحصل طفرة في الباسكت بول في مصر، وحصل طفرة في الهاندبول. الزمالك كان بيصارع على هبوط فترة من 2012 و13، بدأ دلوقتي يعني طفرة كبيرة في الهاندبول، طفره كبيره، وعملنا كاس عالم عظيم. الطايره كمان بالذات، الطايره بدا ينافس، كان الاهلي بيلعب سنجل بقاله فتره، بيلعب لوحده، الزمالك رجع لاخد بطولات لوحده، الزمالك رجع لايه، لعصر الذهبي، خدنا دوري وكاس. يبقى انت دلوقتي باسكت. طب تعالى لكره القدم. منتخب مصر العظيم بتاع كابتن حسن شحاته خلاص بدا الكيرف ينزل. نخرج من بطوله افريقيا اللي هي اتلعبت اتنين ورا بعض دي 2015 ومش عارف ورا بعض دي، ما رحناش الاثنين، خرجنا من نايجر، خلاص الفريق بيتفكك، بيكبروا في السن وبيعتزلوا. فنادي الزمالك بقى فجاه هو كان فيه كابتن عصام الحضري ومفيش بيجي بعديه حد، لان حتى النادي الاهلي مشهور جدا بحراس المرمى، قعد فتره طويله جدا من رمزي صالح لاحمد عادل عبد المنعم لامير عبد الحميد، مش الحارس اللي بقوه كابتن، حتى كابتن شريف اكرام مش بقوه الحضري، انا بتكلم فنيا يعني احترامي للجميع. فحصل دروب كبير جدا، وبدات لعيبه محليه تدخل في المنتخب. برادلي كان بيجيب تمساح ويجيب عبد العزيز توفيق ويجيب كباتن، مش هي برضو المنتخب بتاع حسن شحاته اللي هو. فبدا الزمالك بقى فيه جنش، ده كان بيلعب في الاولمبي وفجاه يبقى لاعب دولي. انا بتكلم على دايره، بنوسع دايره الاختيارات للمدير الفني اللي جاي. في معلومه برضو ان استاذ امير مرتضى لما كان بيتفاوض مع فريرا كان قدامه كذا سي في، منهم كوبر وهو اللي قدمه لمنتخب مصر. احنا عندنا سي في مدرب عالمي، يعني كمان لاول مره في تاريخ مصر يبقى في مدرب عالمي، يعني طول عمرنا رادوليسكو جيرار جيلي كلها لعيبه، يعني كوبر قبل ما يجي المنتخب اساسا كان الزمالك بيتفاوض معاه، كان هيجي الزمالك. بس هم لقوا ان هو دايما بيوصل فاينالات ما بيكسبهاش، لقوا في السي في حاجه يعني، واختاروا فيريرا بطل الدوري كذا مره واحسن مدرب كذا مره وده. فكوبر كان وصلنا كاس عالم. اتكلم احترام المشاهد والجمهور، ان انا اجيب نوعيه مدربين وسيفيهات زي جروس مثلا او فريرا او حتى باتشيكو، نوعيه مدربين بترفع من مستوى اللاعبين اللي موجودين. صحيح. المدرب الاسباني جوست بتاع رفع من مستوى اللعيبه، فانت ده هينعكس على المنتخب. هل ده تاثير على الرياضه المصريه؟ او تاثير مباشر وايجابي. فنقطه ان انا اجيب دلوقتي منتخب مصر واقف افتح له المساحه، كابتن احمد فتحي كبر في السن، فبدا حازم امام بدايه ماتشاته كان ماتش العوده بتاع غانا بعد السته وكله مرعوب وياخد مان اوف ذا ماتش، وبدا ما اعرفش ليه مشوه بعد كده، ما بقاش يروح المنتخب تاني لغايه ما ظهر عمر جابر، احمد توفيق اتجرب في الباك رايت وبدا يلعب منتخب، فبقى عندك ثلاثه بعد احمد فتحي تقدر، وعندك طارق حامد وعندك لا دلوقتي احنا بنتكلم الحراس المرمى جنش وابو جبل، عشان برضو ده بيدل ابو جبل لما خد الفرصه كسر الدنيا، لا مش كسر الدنيا، ده عمل رقم يعادل كل اللي عمله عصام الحضري في البطولات بتاعت افريقيا المجمعه. عصام الحضري في كل البطولات شال 6 ضربات جزاء، ده شالهم في بطوله واحده ما بين اثناء الماتش وما بين ضربات الترجيح. تمام. اصعب 5 كرات في ماتش السنغال وماتش نيجيريا، الكور اللي هو الاسطوريه مش اللي هي الصدات العاديه، كان عصام الحضر عملها مع كوت ديفوار، مع دي روجبا، كوره دي روجبا ومضات، لان احنا كنا بنهاجم كتير اساسا وبنكسب الماتش من ده. فهي ومضات ولقطات كده، هو عمل تقريبا قدها، بس ده بيقول ان انت في ناس كتير لو خدت فرصه ممكن تحقق كتير. فالاختيارات ما تبقاش مركزه اللي هو حارس يفضل طول حياته وحش حلو انت اللي هتقف، او لاعب وحش حلو هو اللي هيلعب. فبدا دلوقتي يبقى عندنا 3 باك رايت و3 حراس مرمى، لان عواد داخل اهو. عندك حجازي كمحترف، لان المنتخب ده تركب على حجازي وصلاح، يعني الجيل الجديد كان تركب 2 محترفين، حجازي وصلاح بدا يتركب عليه. حجازي كان اساسي، جه مره كان علي جبر اساسي فتره معاه، ثم محمود علاء، ثم الوليد. صحيح. فنادي الزمالك اهو. صحيح. فالباك ليفت عبد الشافي بعد سيد معوض ما مشي، بدا عبد الشافي ودخل وراه فتوح. صح. فبقى عندنا في مصر 2 باك ليفت. الزمالك برضه فكره ان الزمالك، اصل في ناس تقول لك ايه
ده كان في منتخب مصر بياخد 10 لعيبه من الاهلي، لا العكس، لان اللعيب اصلا دولي يعني اوريدي سيد معوض دولي، انا بلعب منتخب، رحت اي نادي انا بلعب منتخب، رحت تركيا رحت الاسماعيلي رحت الاهلي انا بلعب منتخب، لكن فكره ان انا اجيب مصطفى فتحي انت كنت بتلعب فين، او جنش من الاولمبي، او طارق فتوح حامد ابن النادي مثلا، طارق حامد سموح، طارق حامد ما لعبش منتخب قبل الزمالك، علي جبر، فبتيجي تقول دول بقوا اساسيين منتخب، يبقى انت تعبت وطورت وعملت سمكره كده وظبطت مصطفى محمد وباسم مرسي، هم روس حربه الوحيدين اللي هم اللي عندهم كواليفيكيشنز بتاعت راس الحربه، امكانيات راس الحربه الاساسيه من 2014 2017 من 2019 لغايه دلوقتي، مصطفى باسم ومصطفى هم دول اللي كانوا شكلهم راس حربه ينفع يليق ان هم يلعبوا في منتخب مصر، واحلى فترات كبرى على فكره هو فيها باسم مرسي. لما كان بيستغل ساعات مصطفى فتحي في الرايت ودخل اسمه ده في القلب محمد صلاح، فكان شكل المنتخب كان فيه راس حربه بجد. امام عاشور دلوقتي مع زيزو ومع طارق حامد، الوينج ليفت على فكره انت قلت مؤمن زكريا راح المنتخب عن طريق زمان ده وينج ليفت، ما هو دلوقتي في محترفين تريزيجيه او مرموش ده محترف، انا بتكلم من الدوري المحلي، ظهر دحر المنتخب عن طريق الزمالك ربنا يشفيه مؤمن زكريا، ثم كهربا عن طريق الزمالك وينج ليفت تاني عن طريق الزمالك، عن طريق الزمالك ما لعبش منتخب مصر يتالق، لا كان بيلعب ناشئين بس ما لعبش منتخب مصر اول الا عن طريق الزمالك، تمام، حتى بديل صلاح لان صلاح واخد المكان ده فاثر على مصطفى فتحي وشيكابالا كوينج رايتس، ممكن يعني هو ما حدش هيقدر ينافس، واحمد زيزو دخل دلوقتي كمان، دخل زيزو بس زيزو خلاص بقى حر بقى في الحته دي اللي تحت راس الحربه دي يمين شمال بيلعب في اي حته، بقى بيلعب في اي حته وامكانياته عماله تزيد ما شاء الله كل شويه، فده اللي احنا بنقول عليه منتخب مصر، احنا بنعمل مسابقات ليه؟ اولا للمتعه، هو كره القدم متعه والترفيه، تاني حاجه بدل ما نقعد اتفرج على تيك توك والهبل اللي بيحصل ده وانت شواجري والحاجات دي، اتفرج على منافسات في الباسكت، انا البال لغايه دلوقتي بتفرج عليها بطوله البال مبدعه يعني البطوله اللي عملها الزمالك مبدعه يعني مشاهدات، ثم بعد كده الروح الرياضيه، هو الروح الرياضيه اول قاعده فيها تقبل الهزيمه، تقبل الهزيمه، تقبل الهزيمه يقول لك ده عنده روح رياضيه يعني اتغلبوا مسلم ما رماش ميداليه ما رماش، فاحنا بنحاول نوصل لحته يبقى نبذ التعصب مش الازمات اللي بتحصل مش داخل فيها اعلام الزمالك خالص، يعني انا دلوقتي امتى يبقى في تعصب؟ لما يبقى في خبر كاذب، لما يبقى في قضيه مفتعله، فانا لما جيت ادور هل مستشار مرتضى منصور عمل قضيه مفتعله ولا في عوار في حتت معينه وبيحاول يصلحه، يعني يقول لك الانتخابات ديت مزوره مثلا عشان في 1 2 3 وبالقضاء اللي بيقول ادام القضاء قال احنا مش هنقدر نعدل على حاجه، يبقى القضيه مش مفتعله. تمام، تعال نطلع لراي جماهير الزمالك في صفقات الزمالك الجديده، فاصل ونعود لنستكمل حوارنا مع مصطفى الفخراني، يلا بينا. قول لي بقى رايك في الصفقات الاخيره الرائعه لأبرامة مجلس إدارة نادي الزمالك بانتداب طبعا كل مين مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله الصفقة دي هتبقى قوية جدا، وأنا شايف إن عمرو السيسي بالذات هتبقى إضافة قوية جدا لخط الوسط بتاع الزمالك، وكمان مصطفى شلبي هيبقى جناح قوي جدا مع انداي. عمرو السيسي مصمم في نص الملعب، مصطفى شلبي من اللعيبة اللي عاملة شغل في إنبي السنة اللي فاتت، ويوسف حسن كان مهاجم وادي دجله 2003 مهاجم واعد، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ان شاء الله هتبقى اضافه قويه. بالتاكيد ان هذه الصفقات بالتاكيد حتكون دعم قوي جدا للنادي، وبالتاكيد هي حتكون مفيده. الحمد لله يعني المستشار مرتضى منصور جايب لنا صفقات جيده، وبيسعى يعني ان احنا ناخد الموسم الثالث على التوالي الدوري المصري. ايه؟ طبعا لعيب بسم الله ما شاء الله خامه كويسه جدا، وانا شايف ان هو هيضيف لنا كتير يعني من الانجازات، ولاعيبه كلها على اعلى مستوى، وعمرو السيسي وابراهيم نضاي وسامسون كلها لعيبه جيده، وان شاء الله تقدر تحقق مع نادي الزمالك بطولات كتير. رايي هو طبعا ما فيش اي يعني لا تعليق على الجمال اللي عامله كابتن امير مرتضى في الصفقات والهدوء التام اللي بيتمتع بيه، وطبعا اضافه كبيره وصفقات بذكاء وجاب احترافيه كبيره. عمرو السيسي لعيب مؤثر ولعيب مهم جدا، وهو سبحان الله يعني معالي المستشار مرتضى منصور والاستاذ امير شغالين في هدوء تام،
مجلس إدارة محترم. الصفقات وخصوصا آخر ثلاث صفقات عمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف حسن أنا مسميهم ضربة معلم، يعني بصراحة المستشار مرتضى منصور لحد آخر ثانية ولحد آخر لحظة في الماركات وعمل موسم ممتاز قدر يلبي طلبات الفريق. هو ما شاء الله حاجة كويسة جدا وحاجة محترمة، وإن شاء الله نادي الزمالك بالصفقات دي هيبقى حاجة كويسة جدا وفي تقدم، وعمرو السيسي ده يعني لعيب كويس جدا يعني. إن شاء الله بإذن الله. وبرضو الألاعيبة الأجانب اللي جم زكريا الورد مصطفى شلبي صفقة كويسة جدا جدا، وأحسن حاجة إن هي جت في وقت يعني في وقت في آخر يعني يعتبر 24 ساعة في القيء. أولا يعني حابب أشكر سيادة المستشار، طبعا عمل لنا حاجة يعني كانت صعبة إن إحنا يعني بقالنا كتير أوي ما شفناش الموضوع ده، يعني يمكن ده أحسن ميركاتو صيفي سيادة المستشار عمله. الصفقات كلها جاية على قد الاحتياجات بتاعة الفريق. نص الملعب عندك يعني كان فيه مشكلة، بدل لعيبة واحد واثنين وثلاثة. ورجعنا لكم مرة أخرى مع مصطفى الفخراني. درش، كنا بنتكلم ايه قبل الفاصل؟ كنت عايز تقول ايه؟ كنت عايز تقول لي حاجه عنه؟ يعني اصلا انا بعيد بقالي فتره طويله برضه سوشيال ميديا وكده، بس انا عمال اسمع حاجات غريبه برضه. يعني بتخيل ان انا مثلا بعد ابني الصغير بعد 10 سنين 15 سنه يقول لي ايه حكايه احتواء التحكيم للزمالك وايه ماتش الاحتواء ده؟ اقول له لا ده الزمالك اتغلب 5-3. طب هو ده الاحتواء يعني؟ يعني النتيجه الفعليه ان الزمالك اتغلب. انا بعيد عن السوشيال ميديا بس انا بشوف مباراه الاحتواء، احتواء التحكيم هو حصل فيها ايه دي؟ الزمالك اتغلب 5-3. طب ايه اللي حصل في الماتش؟ مفيش حاجه حصل. طب ايه الحكم بيقول بحتوي غضب؟ الحكم حسب ضربتين جزاء. لا ده بيقول لك وعاد ضربه جزاء اتصدت. قال لك انا بحتوي غضب لعيبه الزمالك. لا انت احتوي بقى تعالى. اللي هو تصيد الكلمه يعني، ولكن هو مجملا ايه اللي حصل؟ الزمالك اتغلب 5. بالظبط. عايز تغلب 15 يعني؟ ماشي يا عم انا اسف خليهم 18. إيه؟ أيوة. راحت فين الثلاثه بونت وخلاص يعني؟ يعني اثرت اللي هي بمسك في كلمه واقعد انميها واكبرها وتفضل الجمهور يقول احتواء. انا كل ما افتح صفحه ولا حاجه من بعيد كده واشوف الناس بتبعت لي حاجات على الواتساب الاقي الاحتواء احتواء، فببص هم بقول لهم هم قصدهم على ماتش ايه؟ انا مش مصدق. قال لك على ماتش اللي الزمالك اتغلب فيه 5-3. يعني هو ده الاحتواء التحكيمي؟ يعني مثلا ايد احمد سامي دي كانت مؤامره، لكن دي احتواء. يعني النغمه اللي شغاله دي على مباراه الزمالك اتغلب فيها، لكن دوري ضيع من حسن شحاته بطلوا بقى انت هتقول شويه. فالفكره غريبه قوي يعني. حتى برضو لقيت ازمه ماتش فاركو وكابتن محمود عاشور، ابص الاقي ضربتين جزاء. وبعدين هي الموضوع كله بيراجعوا موضوع الفار في حته النقطه على الكتف ولا على الرجل. طب اعتبر ان هو حتى لو قلنا ان هي خطا في الموضوع، خطا في ملي مثلا، مش في 8 متر بتوع حسن شحاته. يعني لو الموضوع ملي مثلا او هو لا هو مفيش خطا على فكره. هو مفيش خطا هو اوفسايد بطريقه. هو الخطا الواضح ضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش، ده اللي ايمن اشرف ده اللي اتعاقب عليها. لكن هو لو من الكتف فعلا وده صحيح فعلا فهي اوفسايد بسنتيمترات. تمام. وده بيحصل، بس هي فكره يعني ايه اللي هو طول الوقت ادوس على حاجه واقعد اكبرها وانميها وكررها كتير عشان افهم الناس ان انا خسرت في حاجه بفعل فاعل ما خسرتش بمستوايا. اسمها الباد لوزر، اللي هو لما يجي يخسر تصرف طاوله ولا حاجه ده مش عارف ايه، انا ازاي اخسر؟ ده انت لعبت في الظهر، انت عملت مش عارف ايه، انت بعت الماتش، انت انت دوري يعني شيلونجو وما اعرفش حاجه كده. احنا لو لا ما هو دلوقتي في واحد يظهر انه يعمل نفسه عاقل كده يقول لك لا بصراحه الجمهورين، لا مش عمليه جمهورين، عمليه انت لو هجيب لك ايد احمد سامي لا يمكن تقول لي اصل اتغفل الاربع حكام اتغفلوا يعني قبل الفار حتى. ما فيهاش. يعني هفضل افكر فيها يعني ده لابس جوانت اسود. يعني حتى لو ايده بيضاء زي الكوره. انت عندك حاجه غريبه حصلت ما بتحصلش كتير. بتاعت محمد محمود، فاكر ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمحمد محمود في السيراميكا اللي هو وطى تحت الارض ده؟ قبليها اساسا كانت هاند بول على بالظبط بيرسي تاو. يعني هو صلحها بايده وراح لعبها بعد كده راح موطي الفار عدى الاثنين وحسبها ضربه جزاء. طب احنا بعديها ب 24 ساعه عمر السعيد بقى مش تحت الارض. عمر السعيد رجل المدافع في زمان، عمر السعيد من اطول من اطول لعيبه، فما يجي ينط وهو طويل 190 سم اما ينط هيخش فوق ال 2 متر وشويه، فالرجل تطلع فوق ال 2 متر وشويه ولا الفار يجيبه ولا الحكم يحسبها. بس كابتن خالد احنا برضو حته ان احنا نروح للتفاصيل دي، احنا بنتكلم
از جنرال يعني هل الزمالك لما يتغلب 5-3 فده رمز للاحتواء التحكيمي؟ دي نقطه يعني نقطه في صالحنا تماما. لا وغير كده كمان يعني ما واحد يلعب الكره وهي بتتنطط فاول جديد ده يعني فاول فاول المفروض بيتثبت وتلعب لكن بتتنطط انت عارف ممكن كمان حتى الكره تبقى متحركه سنه ويلعبها عادي بتمشي لكن بتتنطط دي لا فيسيبك فكره ان بتتنطط ويقول لك لا الفار ما يتدخلش بس هي بتتنطط على فكره يعني فاول ده جديد مش هو مش هاف فولي مفيش فاول هاف فولي امتى هاخد القانون وامتى هاخد روح القانون وامتى هقول دي من متعه كره القدم وامتى اقول ان ديت مش عارف بتضيع القاب وامتى اقول ان الرياضه مش عارف محتاجه ايه وامتى اقول ان التحكيم المصري بخير وامتى اقول انا عايز حكم اجنبي وامتى على كل حاجه فكره انا عايز حكم اجنبي دي طول الوقت مش عارف يعني بس هي يعني برضو ظهر حاجه انا لقيت برضو ناس بتبعت لي المسؤولين بيفاوضوا لعيبه عشان خاطر مسؤول عن الرياضه يعني بيفاوضوا لعيبه عشان خاطر تقعد في الزمالك مين يا جماعه قالوا فرجاني ساسي صح يا جماعه ده مش قال لك قال وزير الشباب والرياضه لا الواقع بيقول ايه مشي ايه الواقع بيقول الواقع اللي هو يعني بيفاوضوا فرجاني عشان يقعد يمشي. هو ده اللي مشي يعني طب هو ايه الافاده طب هو الموضوع كله هو بيسال قال له الموضوع في ايد القضاء يعني انا خلاص هو الموضوع فعلا خرج من ايده في ايد القضاء المجلس راجع اصل كان وعدني بواحد 2-3 وامير مرتضى وعدني بواحد ده شيء معروف للعوام قال له ده موضوع في ايد القضاء قال لك بقى استنى القضاء بقى انا ويحيينا ويحيكوا ربنا سلام عليكم كده يبقى هو بيفاوض اللعيبه عشان تقعد زي مين اللي بيخترع الحاجات يا جماعه اخترع زي ما انت عايز بس الواقع بيقول العكس تماما ده فرجاني قال لكم سلام عليكم يبقى بفاوضه عشان يمشي ولا عشان يقعد بالظبط فهي القصه انا بشوف انا لو جامد قوي وبفاوض فرجاني يعني انا زعلان ان انا بره السوشيال ميديا لان انا كنت بقعد الحاجات دي اما بقعد احبها قوي بقعد العب بيها يعني ايه انت بتقول حاجه طب ازاي تلاقي مثلا 12000 لايك مستحيل يكون في 12000 واحد بيدعم الفكره دي ليه بقى الموضوع يا اما لجان الكترونيه بتنزل تعمل كده وخلاص انت فاهم اكتر في السوشيال ميديا يا اما في ناس عاجبها وضع ال نظريه المؤامره والمظلوميه دي اتقالت على وقائع وقائع يعني جماعه في الكواليتي بتاعت اخطاء التحكيم مش خطا تحكيم انتوا عندكم غلطه واحنا عندنا غلطه ايد احمد سامي زي غلطه محمود لا في غلطه الامن بتاع الاستاد شايفها ما ينفعش تقول لكره حسن شحاته لغايه ما سكنت الشباك غير انه حكم مش عايز الزمالك يكسب بالظبط يعني مش عايزك تكسب فعلا ما لهاش غير كده لكن هو بيقول نفس الفاظ الزملكاويه بالظبط على حاجات تافهه جدا يا جماعه ملي ايه انت الزمالك اتغلب 5 يا جماعه مين اللي وداها للاحتواء ما انتوا خدتوا الدوري بالاحتواء نيجي بقى للنقطه بقى ازاي الزمالك هل الزمالك يستحق ال 14 دوري بتوعه ودول اللي هم القليلين دول مش قليلين هي في العالم حاجه عظيمه جدا بس نسبه للمنافس والاهلي نادي عريق وما نقدرش نتكلم كلمه على ان الاهلي بس دي ممارسات اداريه واعلاميه يعني بعمل خطا اداري وبيانات فيها لخفنه ولغط ويجي الاعلام يبرر كان اعلامي كبير بيبقى ليه صوته واسمه فبيبرر الموضوع فالموضوع يعمل حراك كبير جدا دي ممارسات احنا بننتقد الممارسات لكن تعظيم سلام النادي الاهلي ونادي الزمالك ما حدش يقدر يعني انا على فكره انا من عشاق شخصيه صالح سليم ومن عشاق لعب كابتن محمود الخطيب يعني كنت بحب محمود الخطيب عن حسن شحاته لا اصل بينيم الجون كتير هو اول واحد كان بيعمل دي ويعمل دي كانت الكوره على طول حتى تلاقي الانفرادات سن الجزمه خد بالك اهداف الثمانينات كلها الوحيد اللي كان بينايم الجون ويجيبه تاني ويجيب المدافع كان هو ده كوره الزملكاويه بيحبوه احنا بنحب حسام غالي جدا بغض النظر عن شخصيته او علاقته بالزمالك او احنا بنحب حسام غالي يعني كل الزملكاويه يقول لك يا ريت حسام غالي كان لاعب عنه فهيني ان كان فتره كده ده بيعطل الكوره يعني دايما حتى الجمهور ليه مذاق عشان كده بتروح للفريق دوت اللي هو شبه دماغك الاهلي طف في لعيبه بتعجبك من الاهلاويه وفي لعيبه بتعجبك من الزملكاويه بالظبط عادي عادي جدا فانا كنت بقول ايه عشان سرحت كنت بتقول على فكره الـ 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 الزمالك والمظلوميه لا هل ال 14 دوري دول الزمالك يستحقهم انا كنت بتابع برنامج ريمونتادا بتاع سوري لا اوضه اللبس اوضه اللبس بتاع كابتن ميدو فكان مميز جدا كان بيعمل التشكيله التاريخيه لمنتخب مصر فانا جمعت اكتر ناس خدت اصوات من اول حارس المرمى لغايه المهاجمين فلقيت الاسماء اللي بتتكرر كتير الحضري خد اعلى اصوات تمام بعديه بيجي كابتن اكرامي بعديه بيجي نادر السيد دول اخدوا اكتر اصوات بيتكرروا من ضمن الخبراء والمدربين والناس اللي لعبوا الكره القدامى والقدامى كلهم كانوا بيختاروا ما بيخرجش بره الثلاثه دول
ففي اثنين منهم لعبوا في الزمالك، لعبوا في نادي الزمالك، نادر السيد والحضري لعبوا في نادي الزمالك وكابتن اكرام النعمي. الباك رايت ما بيخرجش بره ابراهيم حسن رقم واحد اعلى اصوات، بيجي بعديه كابتن محمد صلاح الدين بتاعنا، مش محمد صلاح عشان عندنا باك رايت وينج رايت محمد صلاح، وبيجي الثالث احمد فتحي. كابتن ابراهيم حسن كابتن محمد صلاح لعبوا في الزمالك. الباك ليفت بيجي كابتن احمد رمزي اعلى الاصوات، وكابتن ربيع ياسين وكابتن سيد معوض. في واحد من الزمالك ولكن هو الاميز ليه، حتى هو كان في مقارنه ما بين هو ولا كابتن ربيع ياسين. مع كابتن محمود الجوهري حل المشكله كلها، انا رايح العب هولندا وانجلترا، رجعت كابتن ربيع ياسين باك ليفت وخليت على كابتن احمد رمزي هو سوري سيرت باك، خليت كابتن احمد رمزي هو لان هو ايمن اساسا على فكره، كابتن ربيع ايمن مش اشول، كابتن ربيع ايمن بيلعب باك ليفت. هو كان طفره وحاجه عظيمه جدا وكلنا بنحبه، بس فكره التهديف والمهاره والواحد لواحد والكروس الكيرف دوت وبيشوط من اي حته، اهدافه في تونس واهداف اهدافه كانت كابتن احمد رمزي واخد اعلى اصوات كباك ليفت. كان في ثلاثه من ناحيه الليبرو، كابتن ابراهيم كابتن ابراهيم يوسف وكابتن اشرف قاسم وكابتن هاني رمزي، هم دول اعلى اصوات في اثنين زمالك، بس كابتن ابراهيم يوسف اعلى اصوات. بس يخش معاهم كابتن مدحت عبد الهادي. لا مدحت عبد الهادي كسيرد باك، هو وائل جمعه، وائل جمعه اعلى اصوات. كل الناس كانت بتختار وائل جمعه ثم مدحت عبد الهادي، عشان بص الاجيال الجديده دي بعد كده دايما مرتبطه ب 2006 2008 2010. بيجي بعد كده كابتن هشام ياكن وبيجي بس اعلى اصوات كابتن وائل جمعه. بيجي في وسط الملعب على فكره 3 6 كابتن مجدي عبد الغني وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن طارق حامد، دول الثمانيه، حسني عبد الرب واحمد حسن وحسام غالي. شوف فلو بصيت للوينج رايت مع كابتن كله بيقول محمد صلاح واخد اصوات عجيبه جدا، مع ان في لعيبه كثيره لعبت وينج رايت بس هو اعلى اصوات. الشمال ما بين كابتن طارق ابو زيد وكابتن عبد الستار صبري. اليمين فيه طبعا بيقولوا كمان محمد زيدان يعني مع صلاح، بس صلاح دايما راكب بفارق كبير جدا. رؤوس الحرب حسام حسن اعلى اصوات، كابتن خطيب ثاني، جمال عبد الحميد بيدخل متعب وميدو وعمرو زكي وعبد الحليم علي. عبد الحليم علي كان منتخب ما كانش، لكن ميدو قعد من 2001 ل 2006 رقم واحد على راس حربه اساسا لغايه ما خمس حسن خد منه موقف. ففكره ان انا لما اجي اقول التشكيل التاريخي لمنتخب مصر كاعلى اصوات، فلقيت ان عصام الحضري، ابراهيم يوسف، وائل جمعه، ابراهيم حسن، احمد رمزي، الخمسه دول من حارس مرمى والاربعه أربعة زمالك لعبوا في الزمالك، أربعة لعبوا في تشافي. في لعيب كمان، في لعيب كمان يعني أنا بقول لك على أعلى أصوات. لا أنا في لعيب كمان لازم ياخد أعلى أصوات، أحمد الكاس. أحمد الكاس أنا نسيت مركز 10 صحيح، أنا نسيت أقول لك مركز 10 ما بين فاروق جعفر، حازم إمام، حازم إمام أعلى أصوات، أبو تريكة، أحمد الكاس. الأربعة العشرة دول 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 أحمد الكاس كان أسطورة. فأنا هجيب لك في الآخر، في الآخر التشكيل بقى عامل إزاي. إن كابتن إسماعيل يوسف وكابتن مجدي عبد الغني خدوا أعلى أصوات. كاس عالم 90 مؤثر برضو، وجودهم في كاس عالم 90 مؤثر برضو في الخبره، وهم بيقول كابتن ابراهيم حسن، وائل جمعه. في لعيبه كتير على فكره، لا انا بتكلم على يعني اعلى اصوات، في لعيبه كتير اتظلمت كتير. بتكلم بس انا معلش انا 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 انا, أنا ما لعبتش منتخب كتير، اصل انا اتظلمت. انا لعبت منتخب ناشئين ومنتخب شباب، انت تفتكر منتخب البطوله العربيه، منتخب اولمبي، لا منتخب ناشئين منتخب شباب منتخب اولمبي، كنت مكسر الدنيا. وحتى في بطوله قبل بطوله افريقيا 94 كنت المفروض العب مع كابتن طه اسماعيل، ما لعبنيش، وكنت لاعب معاه بطولة الامارات، انا اللي جبت البطوله صح، وانا جبت الهدف يعني كابتن بشير عبد الصلاح، انا اللي صنعت هدف الفوز لحسام حسن وخدنا البطوله، رايحين بقى على بطوله افريقيا. لاعب ياسر ريان وكان بيعدي بره كابتن طه اسماعيل، وبعد ما بطوله قال لي رضا عبعال، شيكابالا، كل دي اسامي محمد صبري، جمال حمزه ما تظلم، بقول لك رضا عبعال، حماده عبد اللطيف، رضا عبعال ومحمد عبد اللطيف وشيكابالا ومحمد صبري وخالد الغندور، كل دول معلش محترمي يعني. وسامي الشيشيني ما لعبش كتير رغم ان هو لعيب عظيم، وسامي الشيشيني لا في لعيبه كتير ما لعبتش منتخب وكانت تستحق انها تلعب منتخب. انا مش عايز اقول مين اتظلم، انا بقول لك دي اللي خدت اعلى اصوات. طب انا بحب كابتن مدحت عبد الهادي ان هو دريبلر وهداف اكتر من وائل جمعه، احسن سيرد باك على فكره، احسن سيرد باك احسن سيرد باك، انا بقول بيعرف يطلع بالكوره ويزيد ويهاجم، اعلى اصوات خدها وائل جمعه متاثرين برضو من فتره 2006 2010. فانا مش بقول، فلقيت ان في سبعه من ال 11 الاساسيين باختيار الخبراء كلهم لعبوا زمالك، يعني في سبعه لعبوا في فانيله الزمالك من الاساسيين. هل نادي الزمالك اللي فيه من ال 33 في 18 انا اخترت ثلاث لعيبه في كل مركز، في 18 لعبوا في فانيله الزمالك، هل الزمالك بيكسب الدوري بالاحتواء؟
يعني هل الزمالك يستحق 14 دوري ومنهم كمان احتواء؟ يعني لا مستحيل. على كم اللعيبه اللي جت في الزمالك دي؟ كم اللعيبه كان المفروض ان يكون الدوريات اكتر، عدد الدوريات اكتر طبعا. حتى يعني في لفته برضو عايز اقولها، الاستقرار بتاع نادي الزمالك مهم جدا. حته الاستقرار في لفته غريبه جدا. نادي الزمالك قعد من 2005 ل 2015 ما كسبش الاهلي الا ماتش اللي هم ريحوا فيه 7 وكسبناه 2-0 اللي هو شيكابالا عملها لتامر عبد الحميد. تامر حميد فيعتبر ما كسبوش. الفتره دي كلها كان فيها عدم استقرار. رجع المستشار مرتضى منصور. الزمالك كسب الاهلي 5 مرات في 4 سنين. ياه. 2-0 بتاع باسم مرسي. الاثنين بتاع تلاتة اول واحد. كاس اللي هو خدها 3-1 3-1 بتاعت مؤمن سليمان. خالد جلال 2-1 1-0 او 2-1 2-1 3-1 السوبر محمد حلمي. السوبر كارتيرون. سوري نسيت السادس 3-1 كارتيرون هنا. كارتيرون هنا برضه 6 مرات. ولسه الكاس دلوقتي. لا اسمعني بقى، والكاس قعدنا سنه ما كسبناش الاهلي خالص. واحنا مش مستقر باللجان ولا مره. شلنا الخمسه في اللجان. وتعادلنا واتغلبنا في وخرجنا من افريقيا، لان كان خلاص الزمالك اتعرف ان في عدم استقرار، في توتر، اللعيبه المجلس ماشي مش عارف ايه. الزمالك ما كسبش الاهلي في ظل وجود لجان مؤقته وتعيينات. رجع المستشار مرتضى منصور دوري وكاس ورجع يكسب الاهلي تاني. طب حد يفسر لي بقى؟ طبعا، لان لغايه 2004 كان الفرق ما بين ديربي الاهلي والزمالك، الديربي القاهري، الديربي الكلاسيكو التاريخي العربي التاريخي والافريقي، 4 ماتشات لصالح الاهلي. منهم ماتشات كتير بقى احتواء حقيقي بقى، يعني انا ما حسبتش، انا مش بتكلم تحكيم. انا بتكلم 4 ماتشات باللغه التحكيم اللي حصل، 4 ماتشات بس لصالح الاهلي. قال لي ان في بقى في 42 دوري مقابل 14، والفرق كان 4. كان ساعتها الاهلي 29 والزمالك كان لغايه 2004 11 دوري. 11 دوري مقابل 29. والفرق ما بين المواجهات المباشره 4 مباريات فقط. حاجه غريبه في 2004. فما ينفعش نقول ان كمان احنا ان شاء الله الدنيا تتعدل والفار يظبط الدنيا وجلاتنبرج يظبط، بس ما حدش يقول ان الزمالك بيكسب بتحكيم. صحيح صحيح، ده عمل معجزه المفروض الناس اساسا تسقف لنادي الزمالك. ايه ده فاركو؟ بيقول لك انا مش هفرط في لعيبه عشان عندي ايقاف قيد. الزمالك فرط، يعني فاركو اللي هو حديث الدوري. بيقول لك لا لا لا، كانه نادي كبير بقى، ده تاريخي وجمهوري. مفيش. ده بيقول لك مش هفرط في نجم من النجوم بتوعي. الزمالك فرط في اهم نجومه، يعني اتلتيكو مدريد توقف له وتشيلسي توقف، قال لك مش هفرط. واللي عايز لعيب ما يجيش. بالظبط. انا يكفي اللعيبه، انا مش عارف اعمل صفقات. لا، الزمالك مشي منه لعيب ومشي مدرب وخد الدوري، بدل الناس كلها تسقف له ويقول لك لا اصل في تحكيم واحتواء. عيب قوي يعني. مصطفى نورتني وشرفتني يا حبيبي، ربنا يخليك، وان شاء الله لقاءات قادمه كثيره ان شاء الله باذن الله. شكرا مصطفى الفخراني. نطلع لفاصل ونستقبل بعديها النقاد الرياضيين الكبار استاذ عمرو الدردير والاستاذ محمد الشرقاوي بعد الفاصل. يلا بينا.